وللحديث أكثر حول هذه الحالة الجوية يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنين الدوادي، رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك في نشرة الثالثة، حدثينا أكثر عن هذه الحالة الجوية النادرة على المنطقة وأسبابها، وإلى متى سوف تستمر الرياح القوية المتوقعة؟ طبعا في البداية نرحبكم ونرحب بجميع المشاهدين الكرام ومساء عليكم بالخير. تعتبر هذه الحالة الجوية من الحالات اللي لا يتكرر حدوثها بكثرة في هذه الفترة من السنة، وتحتاج عوامل جوية تساعد في تكونها، لعل أبرزها هو هبوب الرياح الشرقية واستمرارها على المنطقة، واللي تكون محملة بكميات من بخار الماء. أيضا ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في فترة ما بعد الظهيرة مع وصول درجات الحرارة العظمى إلى أعلى مستوياتها. طبعا هذه العوامل يكون لها دور كبير في نشاط تكون السحب الرقامية المحلية اللي تتكون على الدول والمناطق المجاورة لمملكة البحرين. هذه التكونات تؤدي بدورها إلى حالة من عدم الاستقرار في الأجواء، تكون في الغالب مصحوبة بهبات رياح تكون قوية السرعة، يصل تأثيرها أحيانا إلى المملكة بحسب قرب أو بعد أماكن تكون هذه السحب الرقامية أو الخلايا الرعدية. طبعا بحسب المعطيات الحالية نتراقب طبعا تأثير هذه الرياح أحيانا أو الهبات القوية خلال نهار هذا اليوم الخميس ويوم غد الجمعة. طبعا هذه الهبات أثناء حدوثها إنه ممكن تكون مثيرة مثل ما ذكرت في التقرير، مثيرة للغبار والأتربة المحلية على بعض المناطق خصوصا المناطق المفتوحة، وأيضا تساهم في ارتفاع أمواج البحر مما يؤثر في بعض الأحيان على الأنشطة البحرية. نعم سيدتي الكريمة، بناء على ما تفضلت فيه، يعني هل من تحذيرات تودون توجيهها فيما يتعلق بهذه الحالة الجوية؟ نعم طبعا أتمنى من الجمهور الكريم وعلى وجه الخصوص مرتادي البحر والمسافرين على الطرقات البرية أخذ الحيطة والحذر، متابعة أيضا تحديثات النشاط والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية عبر قنواتنا الرسمية للإدارة. نعم الأستاذة حنين الدوادي، رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.